استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم معالي احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب والوفد المرافق. وفي مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي احمد بن سلمان المسلم وهنأه بمناسبه انتخابه رئيسا لمجلس النواب وتطرق اللقاء الى مجمل العلاقات الثنائيه وما تشهده من تطور ونمو على الاصعده كافه، وسبل دفعها الى مستويات جديده من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركه. وتناول اللقاء سبل تعزيز منظومه العمل الخليجي المشترك خلال المرحله المقبله، وبما يسهم في تحقيق طموحات شعوب المنطقه في مستقبل حافل بالفرص في مناخ يسوده الامن والاستقرار. واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم خلال اللقاء ان الروابط التاريخيه والراسخه بين دوله الامارات ومملكه البحرين تمثل اساسا صلبا للانطلاق نحو تعزيز الشراكه الاستراتيجيه التي تخدم اهداف التنميه الشامله للجانبين. هذا وجرى خلال اللقاء ايضا استعراض ابرز المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه والقضايا محل الاهتمام المشترك وسبل دفع مسيره مجلس التعاون الخليجي والعمل العربي المشترك قدما. من جانبه اعرب معالي رئيس مجلس النواب عن اعتزاز بلاده بال العلاقات الوثيقه بين دوله الامارات ومملكه البحرين وما تشهده من تطور مستمر ضمن مختلف المسارات